في المؤتمر الدولي لنزع السلاح بالأمم المتحدة بجنيف، دعت المملكة كافة الدول المعنية إلى تمديد أحكام ملحق قرار مجلس الأمن 2231 الصادر بشأن تقييد نقل الأسلحة التقليدية من وإلى إيران، والذي سينتهي أكتوبر القادم. كما دعت المملكة المجتمع الدولي إلى تكبيل أيادي إيران التخريبية في المنطقة، مطالبة إيران بأن تتبع نهجا سلميا وأن تتخلى عن سلوكها العدائي الذي سبب الدمار والخراب لشعوب منطقة الشرق الأوسط. المملكة العربية السعودية تقوم بدور مهم في الدعوة نحو إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل كافة، وأيضا الحد من التدخلات الإيرانية التي نشهدها في المنطقة منذ أكثر من عقدين، وأثرت على استقرار المنطقة وأدت إلى الدمار والخراب في العديد من الدول المجاورة. ومشاركة المملكة اليوم في هذا المؤتمر إنما تعكس تلك المواقف وتؤكد على أهمية الحد من وصول الأسلحة إلى إيران. وأكد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير عبد العزيز الواصل أن منطقة الشرق الأوسط تشهد اضطرابا أمنيا بسبب تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الجماعات الإرهابية من أجل تقويض أمن المنطقة وتمكين الجماعات الإرهابية من السيطرة على تلك الدول والإضرار بالاقتصاد العالمي من خلال تهديد الممرات المائية واستهداف المنشآت النفطية في المنطقة والتي تمثل عصب الاقتصاد الدولي. المواقف التي الآن تناقش في مجلس الأمن، هناك موقف لدول مجلس التعاون الخليجي من هذه المسألة، هناك أيضا مواقف دول كبرى تؤيد الموقف المملكة العربية السعودية بهذا الخصوص، ونتوقع إن شاء الله تعالى أن يكون هناك مزيد من المفاوضات التي ستؤدي إلى التقليل من الخطر الإيراني والتقليل من وصول الأسلحة إلى إيران التي نراها الآن تساهم في تلك الأسلحة في ظهور ميليشيات ودعمها وأيضا تقويض أمن المنطقة بأسره. وفي خطوة تضامنية بعث مجلس التعاون الخليجي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يطالب فيها تمديد قرار حظر السلاح المفروض على إيران. كما سيصوت مجلس الأمن اليوم على مشروع قرار أمريكي ينص على تمديد قرار الحظر ومطالبة إيران باحترام المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ حسن الجوار. مطالبة المملكة العربية السعودية بتمديد حظر السلاح على إيران وجد قبولا دوليا وأمميا. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف.